معنا على الهاتف من يختلف عن كثير من المتحدثين بكل طلاقة ولباقة تسمعه دائما في كثير من الفضائيات العربية، يجدو بآراء مهمة جدا، كتير منها منصف للنادي الأهلي لكن دائما في الموقف المسؤول. الإعلام التونسي الكبير الأستاذ فتحي الموالدي، مساء الخير يا أستاذ فتحي وأهلا وسهلا بيك. اهلا استاذ، مرحبا، يشرفني برشا. مرحبا بالاستاذ ضيفك الذي كان يتحدث على الجمهور الاهلاوي، مرحبا بجمهور الاهلي، مرحبا بمصر الحبيبه، مرحبا بكم. شكرا على هذا التقديم وهذا الاطراء، شرفني برشا ان يكون في قناه الاهلي في ليله مباركه، في ليله تقريب قبل اقل من 48 ساعه من نهائي استثنائي، نهائي بين نادي القرن وغول افريقيا. ويشرفني اكثر 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 ان نادي القرن هو الاهلي المصري وغول افريقيا هو الترجي التونسي، معناها نهائي عربي، نهائي عربي، وانا فخور بكوني عربي وانا كاس افريقيا تتكلم عربي. استاذ فتحي، تحياتي وتحيات المهندس عدلي القيعي. المهندس عدلي كان بيتكلم في البداية على حفاوة الاستقبال اللي بعثة الأهلي لقيته في تونس ورد المعاملة بالورود من الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة في القاهرة. الأهلي والترجي معا، نادي القرن وغول أفريقيا، يزيلان أي حساسية لأي لقاءات عربية كثيرا معانت منها الرياضة العربية. شايف هذه الفرصة السانحة ازاي؟ والله هذا تأكيد وربما نقولها استثناء، لأنه ربما للأمانة العلاقات بين بعض الفرق العربية من بعض البلدان دون ذكر تكون متشنجة. حتى ربما المقابلات في السابق بين الفرق التونسية والفرق المصرية كانت يغلب عليها ساعات طابع التشنج. الآن أعطينا درس، احنا راهو الاهلي والترجي اعطوا درس لكل الفرق العربيه، وانه النتائج زائله. انا الاستقبال اللي خاص به الاستاذ حمدي المدب بعثه الاهلي المصري وخاصه لاعبنا الاسطوره محمود الخطيب كان في حجم نادي الاهلي، وكان في حجم صداقه، وكان في حجم اعتباره انها مقابله كره قدم، وانه عرس، وانه عرس لازم يكونوا فيه زوز اطراف، ومن حسن الحظ زوز اطراف عربيه. ردت الاهلي والاستاذ محمود الخطيب الهديه باغلى منها باستقبال الاستاذ حمدي المدب رئيس الترجي، ما كانش حاضر لاسباب تعرفوها طبيعه الحال، ممكن يكون بكره موجود في القاهره، وفاة شقيقه بطبيعة الحال ما كانش يكون أنا حاضر يومها، ولكن رغم اللي ما هوش رئيس الترجي اللي وصل مع البعثة الرسمية، أحضر سي رياض بن نور، فمحمود الخطيب كان موجود. احنا نعرف في التقاليد حتى السياسية، عندما يأتي رئيس دولة يستقبله رئيس دولة، وعندما يأتي وزير يستقبله وزير، لكن المرة هذه استثناء رائع. لم يكن رئيس الترجي متواجد لأسباب قاهرة، كان رئيس فرع كرة القدم رياض بن نور، ورغم ذلك كان محمود الخطيب موجود، كان محمود الخطيب موجود بالورود. أحلاها أحلاها الكرة، أحلاها الكرة اللي تقرب بين النوادي، أحلاها الكرة اللي تقرب بين حتى الأحباء. صحيح لمدة 90 دقيقة الاهلي والجمهور الاهلي وفريق الاهلي نحب الانتصار الاهلي، لمده 90 دقيقه جمهور الترجي يهبل وجمهور الترجي يحب ينتصر، لكن في الاخير يجب ان يكون منتصر وحيد. ولكن الخلاصه استاذي العزيز وانه عرس عربي، ونحب يكون درس عربي، واتمنى انه كما حفاوه الاستقبال حتى لو الاستقبال استاذي العزيز حتى للجماهير المصريه اللي جات في ملعب حمادي العقبي برادس كان جو منعش. انتم تتذكروا العالم الكل شاهد دخل جماهير الترجي، والاحترام الكبير لجماهير الاهلاويه،
وانتم شاهدتوا لاعبي الاهلي كيفاش يصفقوا على الدخله نتاع جماهير الترجي وكل الرموز اللي كانت موجوده. حلاها كره القدم استاذي العزيز، هذه كره القدم اللي نحبوها. وماذا بينا العرس يتم يوم السبت ان شاء الله، يتم بخير واللي يلعب خير ينتصر. انا تعرف مواقفي، انا اهلاوي وانا قلتها كان تتذكروا في هذا المساء في البيين سبورتس وقت النهائي بين الاهلي والزمالك. أيوه. انا اخترت الاهلي وكنت من معشوقي الاهلي، ولكن عندما يكون الاهلي مع الترجي او مع اي نادي تونسي عادي جدا، وانه يكون تونسي صحيح. هذا طبيعي طبعا. ولكن هذا لا شيء ينقص من حبي واحترامي، وانا اقولها دائما، هو نادي القرن.